بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبيه الكريم. متابعي الكرام، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد بلقائكم اليوم في هذا الموعد الجديد، ونواصل مع سلسلة الدروس الخاصة بتلاميذي السنة الثالثة من التعليم الثانوي، ونبقى مع المحور الثاني من الأدب الحديث والمعاصر، ومع الوحدة السادسة بالنسبة للشعب الأدبية، شعبة أدب وفلسفة وكذلك لغات أجنبية، أو الوحدة السابعة بالنسبة للشعب العلمية المشتركة وهي الثورة التحريرية الجزائرية في الشعر العربي. إذا تعرفنا على أهم ما ميز هذا الموضوع في الشعر العربي من خلال النص الأدبي الإنسان الكبير لمحمد الصالح باوية بالنسبة لجميع الشعب، ونص جميلة لشفيق الكمالي بالنسبة للشعب الأدبية. إذا تعرفنا على قيم الثورة الجزائرية، كذلك تفاعل الشعراء الجزائريون والعرب مع الثورة الجزائرية، وما هي دوافع هذا الاهتمام وهذا التفاعل مع الثورة الجزائرية. اليوم سنواصل في هذا الموضوع، وسنتعرف أكثر على رمزية الأوراس في الشعر العربي مع النص التواصلي، وهو نص مشترك بين الشعب الأدبية وكذلك الشعب العلمية والتقنية، وهو نص الأوراس في الشعر العربي لعبد الله الركيبي، وهو نص يتحدث عن رمزية الأوراس في الشعر العربي. إذن هذا ما سنتعرف عليه أكثر اليوم، وهو رمزية الأوراس في الشعر العربي. إذن كيف أصبح الأوراس رمزا عند الشعراء العرب؟ نبدأ أولا بالتقديم لهذا الموضوع. إذن بما ارتبط اسم جميلة بحيرد من خلال النص الأدبي الذي درسته، وهو نص جميلة لشفيق الكمالي، كذلك بما ارتبط المكان الأوراس من خلال ما تغنى به الشعراء. إذن عندما نذكر الأوراس أو نذكر الشهداء كذلك أو نذكر المجاهدين والمناضلين أثناء الثورة الجزائرية مثل جميلة بحيرد وكذلك جبال الأوراس، أو نذكر زيغود يوسف وغيرها من الشخصيات الأخرى التي مثلت الثورة الجزائرية، فإننا نعي جيدا أن هذه الأسماء وهذه الأماكن ارتبطت بالثورة الجزائرية، خاصة الأوراس. الأوراس أكثر ارتباطا بالثورة الجزائرية، إذن هذا المكان يمثل ارتباطا وثيقا بالثورة الجزائرية، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال النص، لماذا صار الأوراس رمزا للثورة الجزائرية. أما فيما يتعلق بكاتب النص فهو عبد الله الركيبي، وهو أديب وناقد وكاتب وسياسي جزائري من مواليد سنة 1928 ببسكرة، متحصل على شهادة التحصيل من جامع الزيتونة عام 1954، وكذلك دكتوراه الدولة في الأدب عام 1972. من بين المناصب التي تقلدها الكاتب عبد الله الركيبي هو رئاسة الاتحاد الجزائري للكتاب الجزائريين، كذلك كان أستاذا بجامعة الجزائر، أيضا سفيرا سابقا، أيضا عضوا بمجلس الأمة. توفي عام 2011، ومن مؤلفاته مصرع الطغاة وكذلك نفوس ثائرة وهي مجموعة قصصية، وكذلك من المؤلفات النقدية لديه مجموعة من الكتب وهي دراسات في الشعر الجزائري المعاصر، كذلك تطور النثر الجزائري الحديث، القصة القصيرة الجزائرية، فلسطين في الأدب الجزائري، الأوراس في الشعر العربي. ومن كتابه الأخير الأوراس في الشعر العربي أخذ النص الذي بين أيدينا. إذا نأتي الآن للتعرف على مضمون النص ثم دراسة ما ورد فيه من أفكار وتحليلها. من هذه الجبال التي حمت ثورتنا وناضلت مع الإنسان الجزائري وتعرضت معه للدمار والتخريب، كان الطيران الفرنسي يلقي آلاف القنابل على الصخور وعلى المواطنين معا، يحرق القرى والسكان والأشجار، والتقى الإنسان والطبيعة في موقف واحد، فأصبحت الإرادة واحدة تقاوم الظلم والطغيان والعبودية. وفي
الوقت نفسه تزرع الأمل والحق والخير والثورة، وتعيد للطبيعة جمالها الحقيقي وللإنسان طبيعته وإنسانيته، فتهدم ماضيا بل تغير عالما قديما بناه الشر لتبني عالما جديدا مضيئا ومليئا بالخير والحب والسلام. وإذا كان الناس قد تغنوا بالثورة وبجبال الأوراس التي انطلقت منها الثورة واقترن اسمها بهذه الجبال، فحق للشعراء أن يكونوا روادا لهذا، وحق لهم أن يشيدوا بالأوراس والجبل الأزرق وجبال الأطلس وجرجرة والونشريس وغيرها من سلسلة الجبال التي تمتد آلاف الأميال. حق لهم أن يتغنوا بمآثرها وأمجادها بالرجال والنساء، بالكبرياء والصمود والمقاومة، بالشموخ والعظمة، بإرادة الإنسان والطبيعة في تحقيق الحرية والوجود. فالشاعر يحقق هذا الحلم من خلال الرمز، وقد جسد الشعراء حلمهم في تحقيق الحرية من خلال الأوراس، وتعلقوا به إلى درجة يمكن معها القول بأنه ما من شاعر عربي إلا وذكر الأوراس في شعره قليلا أو كثيرا، وربما كان ذكر الأوراس جواز سفر القصيدة إلى النشر. صحيح أن شعراء كثيرين في العالم تحدثوا عن وقائع أو أماكن لها مكانتها في تاريخ بلدانهم أو تحدث عنها غيرهم، ولكنها لم تصبح رمزا للأمة كلها كما أصبح الأوراس في وجدان الأمة العربية. وغالبا ما يقترن ذكر الأوراس بالحديث عن الثورة والبندقية والدم وصوت الرصاص. فها هو الشاعر أبو القاسم خمار يرى بعين الخيال أو بعين الحقيقة كيف أن المارد الذي لا يقهر انطلق من جبال الأوراس التي تفجرت بالنار والثورة، لأن الأوراس يمثل المنطلق لثورة الشعب. وبدا من الأوراس ماردنا كما يبدو لدحر النائبات قضاء، متفجر البركان محموم الذرى تذري الجندية أطرافه الهوجاء. وحين يتحدث صالح باوية عن ساعة الصفر ليلة أول نوفمبر، مثل غيره من الشعراء الذين تحدثوا عن هذه الساعة أو هذه الليلة التي كانت البداية لانطلاق الثورة، فإنها تمثل في فكر الشاعر وخياله اللحظة الحاسمة في تاريخ الجزائر الثائرة. ومن هنا يكون الحديث عنها مقرونا بالحديث عن الأوراس، لأنه المنطقة الأولى لمهادها وميلادها. قصة الأوراس جرحي جرحنا الخلاق يا صحبي وجود وحقيقة، قصة الساعد والزند المدمى والهدايا والمناديل الأنيقة، قصة العملاق يمناه دماء ويسراه عصافير رقيقة. وكما اهتم شعراؤنا بالأوراس اهتم به الشعراء العرب في شتى أنحاء الوطن العربي، واعتبروا ثورة الجزائر هي ثورتهم وتغنوا بها وبأمجادها، وهم ينطلقون من أن الجزائر جزء من الأمة العربية وأن نصرها هو نصر للعرب جميعا، وكان فخرهم بثورة نوفمبر واعتزازهم بها هو تعبير عن إيمانهم بعروبة الجزائر أولا، وتقديسا للحرية ثانيا، وإيمانا بالقيم الإنسانية ثالثا، وهو ما تؤكده نظرة الشاعر الفلسطيني محمود درويش في قصيدته عناقيد الضياء. في بلاد كل ما فيها كبير الكبرياء، شمس إفريقيا على أوراسها قرص إباء، وعلى زيتونها مشنقة للدخلاء. وعلى أن سليمان العيسى قد هام بالأوراس وامتزج به وبثورة نوفمبر وانتصارها، يقول في قصيدته آمنت بالأوراس: يا سفح يوسف، يا خضيب كمينه، يا روعة الأجداد في الأحفاد، يا إرث موسى في النسور وعقبتا، والبحر حولك زورق بن زياد، يا شمخة التاريخ في أوراسنا، يا نبع ملحمتي بثغر الحادي. فهو يرى في الأوراس
الناس إعادة لانتصارات يوسف بن تاشفين وموسى بن نصير وعقبة بن نافع وطارق بن زياد وغيرهم من الأبطال في القديم، فالتاريخ يعيد نفسه مرة أخرى عن طريق الأوراس ومجده ويستمر في ربط الماضي بالحاضر. وهناك شاعر من اليمن هو إبراهيم الدامغ يحث الثوار في الأوراس على مطاردة الأعداء حتى النصر بعنوان روابي الخلد، يقول فيها: يا نخب الأوراس، يا نسل الأبات الفاتحين، يا سيوف الثأر، يا رمز الكفاح المستبين، يا فداء الوثبة الكبرى على حق ودين. ومن السودان محمد الفيتوري الذي تغنى طويلا وتجاوب مع ثورة نوفمبر كغيره من الشعراء العربي وأنها ستدوس على جماجم جلاديها من المحتلين الفرنسيين. فالثورة ما زالت تكسو قمة الأوراس وتسقيها، والثورة ما زالت تمشي فوق جماجم جلاديها. أما الشاعر عبد المعطي حجازي فيرى أن زلزالا قد أحدثه الأوراس، وأن هذه الثورة قد أيقظت النيام وفتحت جفونهم من جديد. مدن المغرب ترتج على قمم الأوراس، زلزال في مدن المغرب لم يهدأ منذ سنين مئة، لم يترك في جفن أملا لنعاس. وإذا كان الأوراس هو المحور في أشعارهم، بل المبتدأ كما كانت ثورة نوفمبر هذا المحور والمنتهى، فمنهما ينطلق الشعراء وإليهما يعودون، وهما جديران بالشعر والفخر وبالاعتزاز والبحث، لأنهما حققا أمل الأمة العربية سواء في الجزائر أم في غيرها من البلاد العربية الأخرى، فخلدهما الشعراء كما خلدهما التاريخ العربي المعاصر. هذا فيما يتعلق بقراءة النص، وهو مأخوذ من كتاب الأوراس في الشعر العربي كما ذكرنا في البداية. نأتي الآن إلى تحليل ودراسة ما ورد في هذا النص التواصلي، ونبدأ بأول مرحلة وهي أكتشف معطيات النص. السؤال الأول: ما هي القضية التي عالجها الكاتب؟ إذن عالج الكاتب في هذا النص قضية نقدية. لماذا هي قضية نقدية؟ لأنه يتحدث عن أمور متعلقة بالأدب، فهو يحلل مضامين متعلقة بالأدب، لذلك نسمي ذلك نقدا، دراسة نقدية. إذن قضية نقدية، وهي تأثير الثورة الجزائرية. إذن مضمون هذه القضية النقدية هو تأثير الثورة الجزائرية على الشعراء والأدباء الجزائريين والعرب وتجاوبهم معها والتفافهم حولها، مشيدين ببطولة أبناء الجزائر وما يمثله الأوراس من رمزية في نفوسهم. إذن نلاحظ أن الكاتب في هذا النص يبين أن الثورة الجزائرية قد أثرت على الشعراء والأدباء الجزائريين وكذلك العرب، وهذا التأثير ظهر في تجاوب هؤلاء الشعراء والأدباء مع الثورة الجزائرية وتفاعل هؤلاء الشعراء معها، أيضا التفافهم حولها، الإشادة ببطولة أبناء الجزائر، وأيضا التركيز على رمزية الأوراس وما يمثله هذا الرمز في نفوس هؤلاء الأدباء والشعراء. ننتقل إلى السؤال الموالي: بيّن كيف توحدت الإرادة في هذا النص بين الإنسان والطبيعة. إذا نبدأ الآن في التعرف على مضمون النص. في الفقرة الأولى يبين الكاتب أن الطبيعة قد توحدت مع الإنسان وأصبحت لها إرادة واحدة، وهذه الإرادة هي إرادة مقاومة الاحتلال ومقاومة الاستعمار، كما يظهر في قول الكاتب: من هذه الجبال التي حمت ثورتنا، ناضلت مع الإنسان الجزائري، تعرضت معه للدمار والتخريب. إذن هنا توحد الإرادة بين الطبيعة والإنسان الجزائري في محاربة الاستعمار. إذن توحدت الإرادة في هذا النص بين الإنسان والطبيعة من خلال التقاء الإنسان والطبيعة في موقف واحد، حيث كان الاستعمار يلقي القنابل على الصخور والأشجار وعلى المواطنين، فأصبحت الإرادة واحدة وهي مقاومة الظلم والطغيان والعبودية، وفي الوقت نفسه تزرع الأمل والحق والخير لتبني عالما جديدا مليئا بالخير والسلام.
هذه المقاومة للظلم والطغيان والعبودية هي لهدف واحد، وهو بناء عالم مليء بالخير، مليء بالسلام، مليء بالألم. إذن هذا ما ذكره الكاتب في قوله: تزرع الأمل والخير والحق والثورة، وتعيد للطبيعة جمالها الحقيقي وللإنسان طبيعته وإنسانيته، فتهدم ماضيا بل تغير عالما قديما بناه الشر لتبني عالما جديدا مضيئا مليئا بالخير والحب والسلام. إذن هذه الثورة التي قام بها الشعب الجزائري لمقاومة هذا الظلم وهذا الطغيان وهذه العبودية هي ثورة من أجل الأمل، من أجل الحق، من أجل الخير، من أجل بناء عالم مليء بالسلام. وهنا كما قلنا توحدت الإرادة بين الإنسان والطبيعة في مقاومة هذا الظلم وهذا الطغيان. سؤال الموالي: لماذا حق للشعراء أن يتغنوا بالثورة وبأمجادها وأن يكونوا من روادها؟ يقول الكاتب في الفقرة الثانية: وإذا كان الناس قد تغنوا بالثورة وبجبال الأوراس التي انطلقت منها الثورة واقترن اسمها بهذه الجبال، فحق للشعراء أن يكونوا روادا لهذا، وحق لهم أن يشيدوا بالأوراس والجبل الأزرق، إلى آخر الفقرة. إذن الشعراء حق بأن يتغنوا بالثورة الجزائرية وبأمجادها وبطولاتها، لأن الشعراء أكثر الناس استجابة لهذه المعاني الإنسانية. إذن بالنسبة للجانب العاطفي، الشعراء أكثر رهافة من ناحية الأحاسيس، أكثر تجاوبا من الناحية الوجدانية، وكذلك الشعراء أكثر قدرة على التعبير. إذن يمتلكون الجانب الإبداعي، يستطيعون التعبير عن هذه المعاني، وبذلك فيحق لهم أن يتغنوا بالثورة الجزائرية لامتلاكهم رهافة الإحساس وكذلك القدرة على التعبير عن المشاعر والأحاسيس والآمال. ثم إن الأوراس أصبح رمزا للحرية والكبرياء. إذن الأوراس أصبح رمزا للمعاني الإنسانية، والشعراء في أغلبهم يتغنون بهذه المعاني، المعاني الإنسانية، ووجدت هذه القيم والمعاني في الثورة الجزائرية، فحق للشعراء أن يتغنوا بهذه الثورة. السؤال الموالي: كيف صار الأوراس رمزا في وجدان الأمة العربية؟ إذن يظهر ذلك في قول الكاتب: فالشاعر يحقق هذا الحلم من خلال الرمز، وقد جسد الشعراء حلمهم في تحقيق الحرية من خلال الأوراس، وتعلقوا به إلى درجة يمكن معها القول بأنه ما من شاعر عربي إلا وذكر الأوراس في شعره. إذن صار الأوراس رمزا في وجدان الأمة العربية، لأنه إذا ذكر تبادر إلى الذهن معنى البطولة، معنى التضحية، كذلك من أجل المبدأ وتحرير الأرض والإنسان، فاعتبر العرب ثورة الجزائر هي ثورتهم ضد الظلم والهيمنة، إنها ثورة تحمل رسالة القومية العربية، باعتبار أن الجزائر جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، وبذلك فاعتبرت هذه الثورة بمثابة رسالة قومية عربية ضد الظلم، ضد الهيمنة والاستعمار، وكذلك أنها تمثل البطولة، التضحية، تحرير الإنسان، تحرير الأرض. إذن كل هذه القيم التي وجدت في الثورة الجزائرية جعلت من الأوراس رمزا في وجدان الأمة العربية. كذلك هي رمز للصمود، للمقاومة، للشموخ، للعظمة، لتحرير الإنسان، تحرير الطبيعة، أيضا تحقيق الحرية، الوجود. إذن أصبح الأوراس رمزا في وجدان الأمة العربية أكثر من أماكن أخرى. كذلك أن الأوراس اقترن كما قلنا بالثورة، بالبندقية، بالدم، بصوت الرصاص، بالحرية، وكل هذه المعاني وجدت في هذا الرمز وهو الأوراس. سؤال الموالي: لماذا يأتي الحديث عن اندلاع الثورة التحريرية مقرونا بالحديث عن الأوراس؟ إذن يأتي الحديث عن الثورة الجزائرية مقرونا بالأوراس لأنه من هذه الجبال تفجر بركان الثورة، ومن هنا كانت البداية من أجل تحرير الجزائر وتحطيم أسطورة الاستعمار. إذن لأن الأوراس كانت منطلق الثورة الجزائرية، ولذلك كلما تحدث الشعراء عن الثورة الجزائرية يتم أو يأتي هذا الحديث مقرونا بالحديث عن الأوراس. كما يقول الكاتب: وغالبا ما يقترن ذكر الأوراس بالحديث عن الثورة والبندقية والدم وصوت الرصاص. فها هو الشاعر أبو القاسم خمار، إذن ثم يأتي بالأمثلة التي توضح ذلك. إذن الحديث عن الثورة الجزائرية دائما يقترن بالحديث عن الأوراس. لماذا؟ لأن الأوراس تمثل منطلق هذه الثورة، بداية
الثورة التحريرية من أجل تحطيم أسطورة الاستعمار. ثم قدم الكاتب مجموعة من النماذج لشعراء جزائريين وكذلك عرب. هذه الأمثلة تبين رمزية الأوراس عند هؤلاء الشعراء. مثلا قدم مثالا للشاعر الجزائري أبو القاسم خمار وكيف بين أن الثورة الجزائرية مثل المارد الذي انطلق من جبال الأوراس ليقهر هذا المستعمر. كذلك مثال آخر للشاعر الجزائري صالح باوية ساعة الصفر، وهذه القصيدة تتحدث عن ليلة الأول نوفمبر التي انطلقت من الأوراس، ويأتي الشاعر على ذكر الأوراس وذكر هذه اللحظة الحاسمة في الثورة الجزائرية. فهنا الحديث عن الثورة الجزائرية أيضا مقرونا بالأوراس لأنه كما قلنا المنطقة الأولى لميلاد الثورة التحريرية، كما يقول الشاعر محمد صالح باوية: قصة الأوراس جرحي، جرحنا الخلاق يا صاحبي وجود وحقيقة. إذن هنا هو يتحدث عن الثورة الجزائرية وجاء هذا الحديث مقرونا بالأوراس. كذلك قدم أمثلة عن الشعراء العرب وكيف أتى ذكر الثورة الجزائرية مقرونا بذكر الأوراس، مثل الشاعر الفلسطيني محمود درويش في قصيدته عناقيد الضياء: في بلاد كل ما فيها كبير، كبير الكبرياء، شمس إفريقيا على أوراسها قرص إباء. إذن هنا يذكر الأوراس في حديثه عن الثورة الجزائرية. كذلك سليمان العيسى الشاعر السوري هام بالأوراس وامتزج به وبثورة نوفمبر وانتصاراتها، وهنا يربط الثورة الجزائرية أيضا بالانتصارات التاريخية، انتصارات موسى بن نصير وكذلك عقبة بن نافع، طارق بن زياد، وكأن الأوراس يعيد انتصارات الفاتحين لهذه البلاد، الفتوحات الإسلامية، انتصارات الفتوحات الإسلامية، وكأن التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى. ذكر أيضا مثال للشاعر اليمني إبراهيم الدامغ وكذلك للشاعر السوداني محمد في توري في قوله: فالثورة ما زالت تكسو قمة الأوراس وتسقيها. إذن هنا يربط الثورة الجزائرية بالأوراس. وكذلك الشاعر المصري عبد المعطي حجازي الذي يرى أن الأوراس يمثل زلزالا حدث في مدن المغرب في قوله: ترتج على قمم الأوراس زلزال في مدن المغرب. إذن هذا بالنسبة للأمثلة التي ساقها الكاتب في ضمن حديثه عن اقتران الحديث عن اندلاع الثورة التحريرية بالحديث عن الأوراس. وقد قلنا أن هذا الأمر يرجع لكون الأوراس هي الجبال التي تفجر منها بركان الثورة الجزائرية، أي من هنا كانت البداية من أجل تحرير الجزائر وتحطيم أسطورة الاستعمار. ننتقل إلى السؤال الموالي: ما هي القيم التي تبنتها الثورة الجزائرية وكانت محل اعتزاز الشعراء العرب؟ إذن الشعراء العرب تفاعلوا مع الثورة الجزائرية كما يظهر في قول الكاتب: وكما اهتم شعراؤنا بالأوراس اهتم به الشعراء العرب في شتى أنحاء الوطن العربي، واعتبروا ثورة الجزائر هي ثورتهم وتغنوا بها وبأمجادها، وهم ينطلقون من أن الجزائر جزء من الأمة العربية. إذن دواعي اهتمام هؤلاء الشعراء العرب بالثورة الجزائرية هو الدافع القومي، إذن اعتبار أن الجزائر جزء من الأمة العربية، إذن هو تعبير عن إيمانهم بعروبة الجزائر، فهنا الجانب القومي أولا، هذا في الجانب الأول. ثانيا تقديس الحرية، إذن الجزائر هذه الثورة هي ثورة من أجل الحرية. أيضا إيمانا بالقيم الإنسانية التي تبنتها الثورة الجزائرية وهي قيم الحرية، كذلك الخير، الحب، السلام، العدالة وغيرها من القيم الأخرى، فهي ثورة ضد الظلم، ضد الطغيان، من أجل السلام، من أجل الحرية، من أجل العدالة، من أجل الحق، من أجل الحب، من أجل السلام. وهذه هي القيم التي تبنتها الثورة الجزائرية والتي جعلتها محل احترام وتقدير، كذلك كما قلنا إضفاء البعد القومي العربي على الثورة وكذلك مساندتها لجميع القضايا العادلة. إذن هذا ما جعل الثورة الجزائرية محل اعتزاز بالنسبة للشعراء العرب. السؤال الموالي: استمر الأوراس يربط بين أمجاد الحاضر وأمجاد الماضي، كيف حقق الأوراس هذه الاستمرارية؟ يظهر هذا الأمر في أبيات سليمان العيسى الذي ربط انتصارات
الأوراس بانتصارات الماضي في قوله: يا سفح يوسف يا خضب كمينه يا روعة الأجداد في الأحفاد، يا إرث موسى في النسور وعقبته والبحر حولك زورق بن زياد، يا شمخة التاريخ في أوراسنا يا نبع ملحمة بثغر الحادي. فهنا يبين أن الأوراس حقق هذه الاستمرارية في ربط الماضي بالحاضر، لأنه أعاد انتصارات موسى بن نصير وكذلك عقبة بن نافع وطارق بن زياد وغيرهم، وكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد عن طريق الأوراس، مثلما حرر هؤلاء الفاتحين بلاد المغرب الإسلامي ونشروا الإسلام في هذه البلاد، كذلك الأوراس حرر الإنسان الجزائري من هذا المستعمر الفرنسي. فكأن التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى عن طريق الأوراس، ويربط أمجاد الماضي بأمجاد الحاضر. هذا فيما يتعلق بمضمون النص، ونحاول أن نجمل ذلك من خلال الفكرة العامة والأفكار الأساسية. إذن الفكرة العامة لهذا النص: تأثير الثورة الجزائرية على الشعراء والأدباء الجزائريين والعرب وما يمثله الأوراس من رمزية في نفوسهم. إذن كما قلنا، الكاتب يتحدث عن تأثير الثورة الجزائرية على الأدباء سواء الجزائريين أو العرب، وكذلك عن رمزية الأوراس في نفوس هؤلاء الشعراء، أو كيف تحول الأوراس إلى رمز في نفوس الأدباء والشعراء العرب وكذلك الشعراء الجزائريين. أما بالنسبة للأفكار الأساسية، الفكرة الأولى وهي للفقرة الأولى من النص: تلاحم الطبيعة مع الإنسان الجزائري في مقاومة الظلم والطغيان وزرع الحق والخير. الفكرة الثانية متعلقة بالفقرة الثانية من النص، وهي إشادة الشعراء بالأوراس والتغني به كرمز للصمود والمقاومة والشموخ. الفكرة الثالثة وهي متعلقة بالفقرة الثالثة من النص: مكانة الأوراس في وجدان الأمة العربية وتعلق أغلب الشعراء به. أما الفكرة الرابعة فهي متعلقة بالفقرة الرابعة من النص في قول الكاتب: وغالبا ما يقترن ذكر الأوراس بالحديث عن الثورة. فهنا يبين اقتران الحديث عن الثورة بالأوراس لأنها المنطلق ومهد الثورة ومهد الثورة وميلادها. أما بقية النص فيتحدث الكاتب فيه عن تفاعل الشعراء الجزائريين وكذلك العرب بالثورة الجزائرية. إذن كلها أمثلة تعبر عن هذا التفاعل والتغني بالثورة الجزائرية. إذن الفكرة الخامسة: تفاعل وتغني الشعراء الجزائريين والعرب بالثورة الجزائرية وتعبيرهم عن شعورهم النبيل والقوي تجاهها وارتباطهم الوثيق بها. إذن هذا فيما يتعلق بالفكرة العامة والأفكار الجزئية. ننتقل الآن إلى المناقشة المتعلقة بهذا النص. السؤال الأول يقول الكاتب: صحيح أن شعراء كثير في العالم تحدثوا عن وقائع أو أماكن لها مكانتها في تاريخ بلدانهم أو تحدث عنها غيرهم، ولكنها لم تصبح رمزا للأمة كلها كما أصبح الأوراس في وجدان الأمة العربية. ما رأيك في هذا القول؟ داعم إجابتك بأمثلة من الواقع والتاريخ. إن هذا الرأي الذي ذهب إليه الكاتب صائب إلى حد بعيد. لماذا؟ لأن الأوراس رسخت في كيان الأمة العربية حتى أصبحت رمزا وجواز مرور للقصيدة كي تنشر وتذاع. إذن حتى أن الشعراء بذكرهم للأوراس كان هذا الأمر يعتبر جواز سفر القصيدة إلى النشر وإلى الشهرة. كذلك أن هناك شعراء آخرون تحدثوا عن وقائع كثيرة ولكنها لم تصبح رمزا كما أصبح الأوراس رغم شهرتها، مثلا العلمين، ستالينغراد، بيان ديانفو. إذن هذه أماكن مشهورة ولكنها لم تصل إلى رمزية الأوراس. أضف إلى ذلك أن الثورة الجزائرية هدفت إلى تحرير الوطن والإرادة العربية قوميا وإنسانيا، لذلك هذه الثورة جاءت بعد أحداث مهمة وأيضا أعادت بصيص الأمل إلى الأمة العربية. والفترة التي ظهرت فيها الثورة الجزائرية كانت مهمة جدا، وهي فترة هزائم وفترة انكسارات وفترة فقدان لأراضي الأرض الفلسطينية والمقدسات في بلاد فلسطين. ولذلك
جاءت الثورة الجزائرية لتعيد هذا الأمل، لتعيد هذه الإرادة من جديد، وهذه القومية العربية والإنسانية من جديد. ولذلك أصبح الأوراس رمزا مهما جدا في وجدان الأمة العربية، كما قلنا، لأنها هدفت إلى تحرير الوطن، تحرير الإرادة العربية القومية والإنسانية. السؤال الموالي: ماذا تفهم من قول الشاعر محمد صالح باوية: قصة العملاق يمناه دماء ويسراه عصافير رقيقة، ما الثنائية التي يتحدث عنها في هذا البيت؟ من المعروف عن الشاعر محمد صالح باوية أنه يجمع دائما في شعره بين ثنائية الحرب والسلام. إذن يمناه دماء ويسراه عصافير رقيقة، إذن يمناه دماء هنا الحرب، ويسراه عصافير رقيقة أي السلام. إن هذه الدماء هي من أجل السلام والحرية، لأنه من المدافعين عن البعد الإنساني للثورة. إذن هناك بعد إنساني للثورة الجزائرية، هي ثورة فيها دماء، فيها حرب، ولكنها قامت من أجل قهر الظلم واستعادة الحرية والسلام والحب والخير والحق. فالبعد الإنساني حاضر في الثورة الجزائرية. نلاحظ أن الشاعر محمد صالح باوية يدافع عن هذا البعد الإنساني للثورة الجزائرية، وهو ما نجده أيضا في قصيدته الإنسان الكبير، لأنه يجمع دائما في قصائده بين هذه الثنائية، ثنائية الحرب والسلام، وإعطاء البعد الإنساني للثورة الجزائرية. هذا فيما يتعلق بالمناقشة. ننتقل الآن إلى آخر مرحلة في دراسة النص التواصلي، أستخلص وأسجل. السؤال الأول: ما موضوع النص وما دافع الكاتب من كتابة هذا الموضوع؟ بالنسبة لهذا النص كما ذكرنا يدور حول محور واحد، وهو تأثير الثورة الجزائرية على الشعراء والأدباء الجزائريين والعرب. أما الهدف من كتابة هذا الموضوع فهو إماطة اللثام عن مدى تجاوب الشعراء مع الثورة الجزائرية، التفافهم حولها مبشرين بالآمال المعقودة عليها، كذلك الإشادة ببطولات أبناء الجزائر وصبرهم على البلاء وتحديهم للمستعمر، كذلك أن الثورة الجزائرية هي ثورة عربية أصيلة تثأر للهزائم العربية، يجد فيها كل إنسان عربي ما يعتز به ويفخر. وفي الأمثلة التي قدمها الكاتب خير دليل على ذلك الشعور النبيل والقوي بالثورة الجزائرية الموجود بين ثنايا القصائد والأشعار التي قدمها الكاتب. السؤال الموالي: ما أسباب ودواعي اهتمام الشعراء الجزائريين والعرب بالثورة الجزائرية؟ أو ما هو السر في تقديس الشعراء للثورة الجزائرية؟ اشرح باختصار. إذن كما ذكر الكاتب في نصه، فمن النادر أن نجد شاعرا لم ينشد للثورة الجزائرية، فأغلب الشعراء العرب رافقوا النضال الجزائري منذ بدايته، وهللوا بالانتصارات على اختلاف توجهاتهم واعتقاداتهم بالرغم من ظروف الاستعمار. ولم تكن الثورة الجزائرية قضية الشعب الجزائري فقط، بل كانت قضية كل العرب والمسلمين جميعا. أما السر في تقديس الشعراء الجزائريين والعرب للثورة الجزائرية يكمن في المعاني الثورية التي تميزت بها الثورة الجزائرية، التي تصيب الإنسان أيا كان بالانبهار كلما ذكر اسم نوفمبر أو ذكر اسم الأوراس، كذلك إلى صور البطولة والفداء، المقاومة، الصمود، التحام الشعب الجزائري بهذه الثورة. إذن كل هذه الصور، صور البطولة، صور الصمود، وكذلك دحر المستعمر، كلها كانت تظهر كل العرب خاصة منهم الشعراء، وتجعلهم يفتخرون ويعتزون بهذه الثورة الجزائرية. السؤال أو نواصل مع أسباب ودوافع اهتمام الشعراء الجزائريين والعرب بالثورة الجزائرية. إذن من بين هذه الأسباب هو الانتماء القومي العربي، إذن اعتبار الجزائر جزءا لا يتجزأ من الأمة العربية، وانتماء هؤلاء الشعراء القومي العربي هو الذي دفعهم للاهتمام بالثورة الجزائرية. ثانيا، الجرائم والمجازر التي يرتكبها أو ارتكبها الاحتلال الفرنسي في الجزائر هي التي دفعت هؤلاء الشعراء للتعبير عن مساندتهم واهتمامهم بالثورة الجزائرية. أيضا التزام الشعراء، إذن دافعهم هو من باب الالتزام بقضايا الأمة المصيرية، فكانت الثورة الجزائرية تعتبر قضية مصيرية بالنسبة للأمة العربية، فدفعت هؤلاء الشعراء إلى الالتزام بهذه القضية والشعور بالمسؤولية اتجاه هذه الثورة. أيضا الانتصارات التي
حققتها الثورة الجزائرية وبعث الأمل في النفوس، يعتبر من الأسباب التي دفعت هؤلاء الشعراء للاهتمام بالثورة الجزائرية. كذلك صور تلاحم بين الشعب الجزائري والثوار، فهذه الصور صور التلاحم واحتضان الشعب الجزائري للثورة الجزائرية أبهرت الشعراء العرب، أو أبهرت العرب جميعا خاصة منهم الشعراء. كذلك بعث الأمل في النفوس، إذا الثورة الجزائرية بعثت الأمل في النفوس بعد انتكاسات وانكسارات عرفتها الأمة العربية، خاصة مع ضياع فلسطين وكذلك بيت المقدس المقدس في فلسطين، وهذه الأمور أشعرت الناس باليأس وكذلك بالإحباط، ولكن جاءت الثورة الجزائرية فأعادت الأمل من جديد في النفوس، ولذلك اهتم الشعراء والعرب على العموم بالثورة الجزائرية، إذن خاصة منهم الشعراء. من بين الشعراء العرب أو الجزائريين الذين اهتموا بالثورة الجزائرية نجد محمد العيد الخليفة، مفدي زكريا، صالح خرفي، الربيع بوشامة، محمد صالح باوية، أحمد سحنون وغيرهم. ومن الشعراء العرب محمود درويش من فلسطين، نزار قباني من سوريا، شفيق الكمالي، علي الحلي ونازك الملائكة من العراق، سليمان العيسى من سوريا، محمد الفتوري من السودان وغيرهم من الشعراء. وكما قلنا فأغلب الشعراء العرب تناولوا القضية أو تناولوا الثورة الجزائرية. ننتقل إلى سؤالي الموالي، ما هو الأسلوب الذي اعتمده المؤلف في عرض موضوعه؟ نلاحظ أن الكاتب اعتمد الأسلوب المباشر في عرض هذا الموضوع بعيد عن التعقيد وكذلك الغموض. السؤال الموالي، إلى أي نوع من أنواع النصوص النثرية تصنف النص؟ بين خصائصه. إذن هذا النص هو مقال نقدي لأنه يتناول موضوعا مرتبطا بالنتاج الأدبي محللا مستنبطا. من خصائص المقال النقدي الدقة في اختيار المصطلح، الأمانة العلمية، التزام الموضوعية في النقد، البعد عن التحيز، كذلك التحليل والتمثيل، وهذا دعما لهذه الأحكام النقدية كما يظهر في هذا النص. أيضا الاعتناء بسلامة اللغة، البعد عن التكلف اللفظي. إذن كل هذه الأمور نجدها في هذا المقال النقدي. السؤال الأخير، ما نمط الكتابة في النص؟ حدد خصائصه. اعتمد الكاتب في هذا النص النمط التفسيري، لماذا؟ لأنه يشرح ويفسر تفاعل الشعراء الجزائريين والعرب مع الثورة الجزائرية. أما خصائص النمط التفسيري فهي الشرح والتفسير، ذكر الأسباب، النتائج، أدوات التفسير والتعليل، التحليل، التعليل، الأمثلة والموازنة، انتقال من العام إلى الخاص أو من الإجمال إلى التفصيل، أدوات التفسير وغيرها من الخصائص الأخرى التي نجدها في هذا النص. إذن هذا فيما يتعلق بموضوع درسنا اليوم، أتمنى للجميع الاستفادة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.